الا جاب الصبح اذن الاذان ديالو وصلى ركعتين الفجر وتكي على الكرسي في البلاصه فين تكي حتى تكون الوقت الصلاه تيدن تينوضي يصلي بالناس. انا كنت نقرا لهيه والناس عمر الجامع عمر الجامع بالناس شويه سمعنا الفقيه شي شخرات قال شي واحد قلت له واش شي واحد نعس قال لي لا راه الفقيه اللي شخر مسكين. ايوا ملي جينا مسكين شفناه هكاك الحاله ديالو شفناها صافي ما بقى صافي طاح ما بقى يسمع ما بقى يسالو فشل في البرصه صافي خذ مولا من الامان ديالو. قال له ودي دابا كيفاش هذا هي شي تيقول مات شي تيقول ما مات. قلت له ما ودي انا صيفطوا للمراه ديالو في الدار ديالها هي اللي تتعرف الحاله ديالو لان هو تيطيح دائما هكا شحال من خطره تيطيح لنا هنا تيطيح مسكين بهكا بالسكر. جات المراه ديالو دخلت لتمايا تتهضر معاه وتتسد له المناخر وتتغوت له السي احمد السي احمد السي احمد ما تيجاوبهاش صافي مولا ما انا الزمن الناس كلهم جميعا تيقول لك اودي راه مات لا راه مات راه مات. قال له الناس صحوا قال له اودي راه مات الله يجزي عليه الرحمه. صلى بنا واحد الرجل اخر ثاني السي فتحي صافي هذا الشيء اللي كاين مسكين اللهم اغفر لنا ولها ولك فاتحه. ونهار الجمعه دائما تيدير الدليل ثلاثه د الخطرات في الاسبوع ونطلب الله تبارك وتعالى يجدد عليه الرحمات. وافضل امام في تلاوات القران من الحفاظ يعني الراجل من اهل الله احنا اللي تنقولوا الله تبارك وتعالى اعلم به ومنا والله انه افضل يعني في تلاوات القران وفي التلاوه ديال التي يصلي بالناس سبحان الله العظيم اعطى الله شي سر عظيم الله يرحمه انا ولا ولك فضل المسلمين اجمعين. هذا هو مسكين دوزنا معاه واحد الوقت مزيانه ولكن لابد من الموت اللهم اغفر لنا ولا ولكفه المسلمين اجمعين. نطلب الله تبارك وتعالى الاهليه ديالو يعطيهم الصبر الله يرزقهم الصبر مسكين ويكون لنا ولهم ولكفه المسلمين اجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما.